15/8/2012 حرق بيوت المدنيين في حي المطار القديم. 15/8/2012 حرق بيوت المدنيين في حي المطار القديم. كما ترون ها هي بيوت مدينة دير الزور تحرق يوميا وتقصف وتدمر منذ 50 يوم. ولكن مهما فعلت سنبقى صامدون حتى إذا دمرت المدينة كلها بشكل كامل، سنبقى صامدون حتى إسقاطك. 15/8/2012 حي المطار القديم. حسبي الله ونعم الوكيل.